بالنسبة للمشروع له محورين أساسيين: الطريق السريع من تيزنيت إلى العيون، بالإضافة إلى توسيع وتقوية الطريق الوطني رقم 1 بين العيون داخلة مرورا ببوشتون. بالنسبة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالداخلة، أشرفت على إنجاز 4 مقاطع على طول يناهز 162 كيلومتر، يخص تقوية وتوسعة قارعة الطريق بالإضافة إلى ملء الأكتاف وأشغال تشوير الأفقي والعمودي، بالإضافة إلى محطات تفريغ مياه الأسماك. ويروم هذا المشروع المهيكل إلى تزويد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمحور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة، كما تهدف هذه الطريق السريعة إلى تقليص مدة التنقل، بالإضافة إلى تسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب، مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع. كما يعتبر هذا المشروع الكبير قنطرة نحو إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي. بالنسبة للمقاطع 4 سالفة الذكر والتابعة لنفوذ جهة الدخل والذهب، فقد كلفت ما يفوق 400 مليون درهم. إصلاحها وتقويتها ليس فقط من أجل تبسيط المواصلات على الطريق، وإنما أيضا له امتداد بتطوير المبادلات التجارية التي تمر عبر هذا الطريق. فنأخذ على سبيل المثال حجم المبادلات التجارية ما بين المغرب والدول الإفريقية. فهذه المبادلات على مدار 10 سنوات من 2010 إلى سنة 2022 بلغ حجم هذه المعاملات ما يقرب عن 65 مليار ديال الدرهم، وبوتيرة تطور سنوية تشكل أو تبلغ حوالي 7%، وهو ما يمثل 5.5 من حجم المبادلات التجارية المغربية. وبالتالي فهذا الطريق من شأنها أن تساهم في تطوير هذه الأرقام، خاصة وأن المغرب برؤية ملكية يتوجه نحو عمقه الإفريقي، وهذه الطريق ستشكل أداة وصل بين المغرب وبين عمقه الإفريقي من جهة. كما أن العمليات التجارية المرتقبة على مستوى ميناء الداخل الأطلسي من شأن أن هذه الطريق أن تشكل وسيلة لإيصال السلع والبضائع التي تمر عبر هذا الميناء، سواء المستوردة من القارة الآسيوية والأمريكية والإفريقية، أو تلك التي ستصدرها الصناعات والتجارة المغربية نحو هذه القارات المذكورة. لا شك أن الطريق الوطنية الرابطة بين تيزنيت الداخلة التي تندرج ضمن البرنامج التنموي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله سنة 2015 ينعكس إيجابيا بالنسبة للقطاع السياحي. الحمد لله الناس ولاو كيجيو لمدينة الداخلة اللي هي مدينة سياحية بامتياز في كل أريحية، والحمد لله على توافد كبير من خلال هاد الطريق هذه اللي الحمد لله الاشغال ديالها راه في الصف في طور الانتهاء. وهذا ان دل على شيء الحمد لله فانما يدل ان على الطريق الوطنيه غادي تلعب واحد الدور كبير في اطار يعني انتعاش جميع القطاعات بهذا الربوع هذه، في انتظار يعني التكمله ما بين الداخله والقرقارات ان شاء الله، هو مما لا في العمق الافريقي ان شاء الله.